هذا، ولو استطعنا من موقعنا هذا أن نمد الثورة الفلسطينية بالفكر أولا وبالمال والرجال ثانيا بالشكل الذي نضمن، لاحظوا بالشكل الذي نضمن أن فيه رضا الله سبحانه وتعالى، فعلنا. ويوجد بعض الأشخاص القلائل خلال السنين المتأخرة ممن يسأل عن تكليفه الشرعي بالمشاركة في الثورة الفلسطينية أو العمل ضد العدو الغاشم هناك، ومثل هذا الفرد لا ينبغي نهيه أو تثبيط عزمه وشل إرادته، بل ينبغي دفعه وتأييده ونصحه بالالتحاق بعد أن يحرز طبعا بعد أن يحرز بطبيعة الحال إخلاص القيادة التي يريد الانتماء إليها منهم. ومن الواضح جليا أن الثورة الفلسطينية وإن كانت هي ثورة الشعب الفلسطيني إلا أنها ثابتة في ذمم المسلمين جميعا بمختلف مذاهبهم واتجاهاتهم ودولهم، لكي يكونوا يدا واحدة ومتعاونين دوما على الفعالية والجهاد ضد أعداء الله والإسلام، كما ورد في السنة الشريفة: المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، يعني يسعى كلهم حتى أدناهم، أفضلهم وأدناهم جميعا، وهم يد على من سواهم، أي أنهم يد واحدة وقوة واحدة وجبهة واحدة وخندق واحد ضد كل الأعداء المتربصين والكفار المعاندين.